ولا شايفة الاستقبال الحر ده؟ اه بقول لك يا ماما، شوف انا شاطر ازاي وبحرص ازاي. صباح الخير على كل السادة المشاهدين، مشاهدين قناتنا المحترمين. النهارده فيديو جميل جدا، يعني الحمام احنا ما شفناهوش من فترة. هنتفرج على زغاليل الحمام وهنعرفكم احنا هننقل مجموعة الحمام اللي عندنا فين، وهنجهز لهم المكان. والنهارده برضو هنجمع الفلفل الأحمر اللي موجود في الشجر ده للمرة الثالثة، وهنشوف برضو الكمية اللي احنا جمعناها. وكنت طلبتوا مني ازاي نخزن الفلفل، هنخزنه مع بعض ونشوف عملنا ايه في البيت وايه التطورات اللي حصلت. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. الفلفل بتاعنا بسم الله ما شاء الله السنة دي انتج انتاج ما حصلش. طبعا انا بخزن الفلفل ده بكذا طريقة، النهاردة هعرفكم طريقة من الطرق، ممكن اعرفكم طريقتين يعني. هي بص سهلة، بقى يا عملية عبد الرحمن، سهلة خالص يعني. كتير جدا من الساده المتابعين اتصلوا بيا قالوا لي يا ابو عبد الرحمن سيب قرون الفلفل تستوي على الشجره عشان تاخد بذور ممتازه. انا هسيب قرنين ثلاثه يستوي، لكن الباقي ده انا بخزنه للاكل. المهم نقلي بس قرنين ممتازين كده وسيبيهم عشان ناخد البذور بتاعتهم. تمام. لان النوعيه دي من الفلفل بصراحه اثبتت انتاجيه عاليه. الاشجار قزمه، شايف القرون دي؟ شايف القرون الجميله دي؟ انا هسيبها لك. تمام. يعني قرون كبيره وجميله اهي. تمام. الاشجار متقزمه مش اشجار ضخمه. السنين اللي فاتت احنا كنا بنزرع انواع من الفلفل كانت اشجار حجمها ضخم جدا، بس كان قرن الفلفل كبير. هو كمان القرن وكان فيه لحم كتير، كان فيه لحم كتير وبس ما كانش فيه حراق بالشكل ده بصراحه. بس انا هوريكم بقى نوع من الفلفل، يعني بذرته كانت عندي من السنه اللي فاتت، هوريه لكم دلوقتي وهوريكم القرون شكلها يختلف تماما عن النوعيه دي. تعالوا معايا كده، شايفين الشجره قد ايه حجمها قد ايه وعلوها ارتفاعها مرتفع ارتفاع رهيب. وادي القرون بتاعتها شكلها مختلف تماما عن القرون اللي احنا زرعناها. دي بذره متاخده من قرن فلفل من السنه اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده. دي القرون بتاعتها ارتفاعها مرتفع بشكل كبير جدا. اما بالنسبه للفلفل اللي بتجمعه مع عبد الرحمن ف قصير. هلا ركسوا معاك في الحراسه، بيجي يحرس الظاهر ان هو شامل، عارف ان العرسه موجوده في الحته ده. في عرسه اليومين دولت انا سامعاها بالظبط. لا ده انا بالليل بقى شفت، مش شفت عرسه واحده، ده انا شفت اسره. ده اسره بتاع اكتر من اربع حيوانات. ربنا يسترها معانا، اذتنا كتير والله. هو بياكل الدراسة السكرية عشان يظبط معدته. احنا بنهتم جدا بحيواناتنا ودول مسؤولين مننا وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليهم يوم القيامة، ولازم نهتم بيهم. برغم ان ريكس والله اليومين دولت يعني مش عاوز اقول لكم، الاول هو مفيد جدا وكويس جدا. واللي بيسألوني انت مربي الكلب ليه، واللي بيشوف القناة لأول مرة، بقول لكم ام عبد الرحمن مدرسة علوم وانا مدرس تربيه رياضيه والاولاد في المدرسه، وبنسيبه البيت كلنا وبنمشوا، وتقريبا البيت بيبقى فاضي ما فيهوش اي حد خالص نهائيا في ايام الدراسه. والحاره بتاعتنا او الشارع بتاعنا منطقه تعتبر منطقه شعبيه مع عبد الرحمن، صح؟ ايوه منطقه شعبيه، مش منطقه يعني. وعندنا كمية طيور كبيرة والبيت فاضي. يعني المشكلة مش، يعني عاوز اقول لكم ان الكلب مش للحراسة بس عشان يطفش حيوان ابن عرس. هو نجح بكده فعلا، يعني فعلا نجح، يعني من هجمات العرس عندنا هنا على السطح. انا كنت وصلت لمرحلة ان انا كنا بطلنا يا ام عبد الرحمن نربي طيور نهائي. لا ده زهقونا. ده احنا مرة فاكر لما اشترينا الفراخ الصغيرة دي وكنا جايبينها كتاكيت صغيرة طالعة من البيضة، جبنا 36 كتكوت وربناهم لحد ما بقى عندهم شهر. تخيلوا بقى شهر كامل 36 كتكوت بياكلوا علف بس. اكلوا تقريبا يعني شكارة علف تقريبا، وكبروا بقوا حلوين قد كده. وابو عبد الرحمن كنا طبعا بنبيتهم، بنطلقهم بالنهار عشان الشمس على السطح، ما كانش عندنا غيرهم. وكنا المغربية بناخدوهم نحطوهم في الخزانة.
فصدفه بقى في اليوم ده طلع في دماغنا، مش عارفه ايه يعني، عشان نصيبنا بس، ان احنا ننزل نشتري شويه طلبات بعد العصر، وللاسف اتاخرنا شويه ونسينا ان احنا نبيت الكتاكيت. ما افتكرناش الا بعد ما اشترينا الحاجات واحنا راجعين افتكرنا، جينا جري لقيناهم كلهم على السطح متقطعين حتت، متقطعين. ده دي مره. الاغرب بقى من كده ان انا طبعا رحت جايب كتاكيت جديده، قلت لا مستحيل ابيت الكتاكيت نهائيا على في اي خزانه مش محكمه. صممت خزانه وعملتها بالسلك وظبطتها تمام التمام، وجبت برضو حوالي 30 كتكوت فاكره برضو. وبيت قبل المغرب ما يدا اطلع اجري بسرعه ابيتهم في الخزانه واقفل عليهم. تخيلوا تعمل ايه؟ تشدهم من رجولهم من السلك. نرجع انا وام محمود بالليل، كنا بالليل خرجنا نتمشى انا والاولاد، شربنا عصير وكلنا جلاتي زي ما انتم بتشوفونا كده في القناه حياتنا العاديه. ارجع الاقي الكتاكيت مشدوده من رجليها ورجليها متقطعه حتت. طبعا خلاص انتهوا يعني، كتاكيت كل 30 كتكوت مشدودين من رجليهم ورجلهم متاكله والدم مغرق الدنيا. يعني انا عايز اقول لكم حيوان، يعني انا ليا مع الحيوان ده مغامرات وخساير فوق الخيال، فوق الخيال. اولاد الارانب، اولاد الارانب اللي كانوا مولودين دخلوهم وكانوا بياكلوا اولاد الارانب. ما يعني مره من مرات برضو كان عندي مشروع تربيه ارانب على مش في السطح بقى، في الجراج الكبير اللي انتوا بتشوفوه ده، كنت عامل فيه مشروع كبير جدا لتربيه الارانب. كنت عامل نتايات، 8 نتايات و8 بوكسات، 9 بوكسات، تعمل 8 بوكسات للاناث وملعب كبير للخلفه وبوكس منفرد للذكر. نزلت وكنت بعمل بقى، كنت بخصص بالاناث كلهم في فتره متقاربه بحيث ان ابيع الانتاج كله مره واحده. ثبت الانتاج لما وصل عمر 10 ايام ونزلت ما لقيتش ولا ارنب، ولا ارنب من الثمان نتايات المولودين. مجرمه بصراحه، مجرمه جامد الحيوان ده، وبدون اي اثار وبدون اي دم وبدون اي جثث. الغريبه ان هو حتى لو شبعان بيصطاد برضه، هو يعني ما بيشبعش، هو عنده جوع دايم باستمرار. يعني نزله الصيد عنده رهيبه حتى لو شبعان، هو ما بيشبعش. هو مشكلته انه عنده الايض عالي جدا، الايض اللي هي العمليات الحيويه في جسمه، التحويل الغذائي عنده عالي جدا، من اعلى الكائنات الحيه. فهو دايما عنده حاله جوع مستمر، تقريبا بياكل تقريبا تلت وزنه كل يوم اكل. فهو دايما باستمرار عنده حاله من الجوع بجوع شديد. ده بيدفعه طبعا انه يقتل كميات كبيره وبياخدها يخزن. يعني الناس اللي بتقول لي يا ابو عبد الرحمن، وبيعتقدوا في ذهنهم ان هو بتمص الدم وتسيب الجثه، لا، هي بتقتل كميات كبيره وبتديهم علامات عن طريق البول بتاعها وتسيبهم متمشي. طبعا اللي بيجي الصبح بيشوف الجثث بتاعه الحيوانات بتاعته بياخدها يرميها في حته بعيده، بتتتبع الرائحه وتروح تجيب الجثث وتحولهم عندها في بيتها وتقعد تاكل فيها بقى براحتهم بقى خالص، براحتها خالص، تفضل تاكل فيهم براحتها على الاخر. ده مشكله والله، مشكله. كمان انا شخصيا شفت الحيوان ده بيصطاد صيد جماعي. يعني انا من خلال مراقبه الحيوان ده، وانا ليا الحيوان ده بالذات دراسه بعنوان الوصف الظاهري للحيواني ابن عرس، هتلاقوه عندكم في القناه. انا درست الحيوان ده دراسه وافيه، اكتشفت ان في بعض الحالات لما بتكون الفريسه شرسه، زي مثلا نتايه الارنب بتبقى شرسه جدا وقويه وبتدافع عن اولادها بشراسه، بيصطادوا صيد جماعي، بيخش واحد من الحيوانات يشغل الام والتاني بيقوم بخطف الاطفال. مشكله. تعالوا بقى سيبكم بقى من العرسه وتعالوا نشوفوا الفلفل اللي ام عبد الرحمن جمعته. بسم الله ما شاء الله كميه كبيره جدا. الفلفل هناك كمان الناحيه الثانيه. يا عم عبد الرحمن، انا السنه دي بسم الله ما شاء الله، انا عاوز اقول لك يعني احنا السنه دي يعني كميه فلفل، يعني انا عاوز اقول لك لو كنا زارعين غيط ما كناش هنجمعهم. السبب ان احنا افترينا في زراعه الفلفل السنه دي. اي والله افترينا. السبب ان احنا في الشتاء اللي فات انا بحب اكل الفلفل الحراق ده، بحطه في كل اكلاتي تقريبا. يعني السنه اللي فاتت رحنا نشتري شويه فلفل من السوق، لان البياعين كلهم بلسان واحد كيلو الفلفل ب 40 جنيه، ده تمن نص كيلو لحمه. لا ما رضناش نشتري فلفل، وبدات اطلع من الفلفل اللي انا مخزناه كفاني طول الشتاء،
قلت بقى في الصيف ان شاء الله هفتري في زراعه الفلفل. افترينا في زراعه الفلفل والحمد لله كان ناجح. شايفين كده كل يوم ويوم لا. شوف انا في فلفل نسيها كمان هنا يوم ويوم لا باخد كميه. والله انا عاوزك تنسي، يعني انا عاوزك تنسي شويه قرون. ام عبد الرحمن لما بتجمع بتجمع بزمه بزمه بزمه. لا انا سايبه لك شويه قرون فعلا هنا وهنا تمام. وفي قرون هناك كمان على فكره، اللي الشجره اللي هناك دي قرونها جميله انا هسيبها لك. في هنا كمان نوريهم هنا كمان احمر تمام. تمام عايزة اخد برضو شوية ضروة كده للارانب اللي هناك قبل ما ننزل تحت ونفرجكم بقى على الحمام واعرفكم ازاي تخزنوا الفلفل اللي احنا جمعناه ده. يا ريكسو يا ريكسو عامل ايه؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. ريحتها حلوه الضراوه، انا بقطعها بحب اشم ريحتها. نسبه السكر فيها عاليه جدا. سكريه. نسبه السكر فيها عاليه تقريبا، يعني ايه قريبه من قصب السكر. ريحه القصب فعلا ريحه القصب. فالحيوانات بتقبل عليها بشراسه بسبب كميه السكر اللي فيها. يلا بينا نسيب الفلفل هنا. هاتيه لي هنا، هاتيه لي على حرف ال هاتيه على الحرف هنا، حطيه لي على الحرف هنا. طيب قبل ما اوكل الارانب تعالى نجمعه ال البدنجان بالمره لان حاسه ان هو طبق. بتعدي بالعافيه. والله بتعدي بالعافيه برضه ما فيش فايده بقى بالفرد فلفل تاخد. يا نهار ابيض عليك. بسم الله ما شاء الله. انا بحب اكله وهو بالحجم ده. ام عبد الرحمن بتحب تاكله ني. انا باكله ني. وفوائده بتتعاظم لما بتاكليه ني. على فكره اللي ما بياكلوش ني يحاولوا يجربوه كده وهو بالشكل ده. في واحده كمان اهي، واحده كمان اهي. الحريم بالذات يعني. جميل جميل جميل. والستات عموما مهما ياكلوا مهما يتغذوا هم مشهورين بالانيميا. ده بيعالج الانيميا ممتاز. كنا عملنا تحليل دم للطلبه صبيان وبنات عندنا في الكليه. واكتشفنا ان كل البنات اللي عملوا التحليل حتى اللي هي بنقول عليها ايه متغذيه يعني عندها انيميا. عندها انيميا. وكل الصبيان حتى الولد الضعيف اللي فيهم بسم الله ما شاء الله دمهم يعني صلاه الناس. يلا بينا. يا طبيعه الحريم كده كلها. في الدنجنايه كمان هناك هجيبها. طب حط لي دول مع الفلفل. اه وروحي هاتي البدنجانيه اللي هناك. في واحده انا شفتها وانا بنقي الفلفل هناك. شوف احنا دايما بنسهو عنها. وريها لي كده ارفعها لفوق. وفي هنا فلفل احمر كتير اجيبه؟ لا سيبيه بقى. ولا خليه؟ خليه خليه. طيب يلا بينا. يلا بقى نوكل الارانب كده على السريع بسرعه. يلا بينا. سيبي يا رب. وفي هنا بيضه كمان بيضه قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الحق البط شاف الخضار. الزقازي الزقازي اللي هيبصي. حبايبي الكتافيت الصغيرين هم راحوا فين؟ مش عارف. هم هنا ورا ال ورا موجودين يعني؟ بس انا بنبق لأعلى دول بالذات. لا والله بس في واحد بس ولا ايه؟ لا ما ده فوق هتلاقي التاني ورا بقى. هنا. طيب كويس. بقلع عليهم والله. وانا كمان والله. هنا وهنا هيدو مسعده. تصدقي برضو لسه ما سدناش الفتحه اللي دخلت منها العرس. بس هي ما بتقدرش على الكبار. اللي سالوني قالوا لي يا ابو عبد الرحمن الام هي اللي كانت اولادها بقول لكم العرس دخلت من فتحه هوريكم الفتحه. ما سدتهاش لحد دلوقتي. احنا صاحيين في التوضيبات اللي في البيت ومش عارفين نعمل اي حاجه. دي الفتحة. بس هي يعني ما فيش قلق طول ما الارنبه كبيره ما فيش قلق. زي ما انتم شايفين دي الفتحه اللي دخلت منها العرس. بإذن الله أفضى يوم كده وأمسك الخزانات دي وأوضبها كلها. يلا بينا. يلا اقفلي اقفلي على أبو فجلة. أبو فجلة ما بتقفلش عليا. يلا على جو. يلا 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 على جو. يلا أنت كمان يا ريكس ارحمه. يا ريكس ارحمه يا ريكس. لو دخلوا لك بيدخلهولك أهو. هو بيدخلهولي بس بإجراء.
اول مره اشوف قط حنين بالشكل ده ويقوم بدور الام. واحد طلع واحد طلع واحد طلع واحد طلع. تعالى تعالى تعالى. اهو دخل 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 دخلوا بسرعه. بيجروا ورا الاكل. ولعلمكم الارانب حيوانات ذكيه جدا. هما جعانين. عسل العصريه اطلع انا وانت ننضف له. عايزين يتنضف لهم كل يوم. كل يوم عايز يتنضف لهم كل يوم. يعني كل يوم لان عددهم كبير. وزي ما انتم شايفين كده. ثواني بس اخش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم بصراحه. لا لا ما شاء الله احجامهم ممتازه. ما شاء الله احجامهم ممتازه نوعيتهم ممتازه. التصوير مش مبينهم كمان. لا بسم الله. شوف يا عبد الرحمن ركزي هنا. بسم الله ما شاء الله. وهنا الحمام. هنروح بقى للحمام اللي احنا هنغير مكانه وهنشيله من المكان ده خالص عشان المكان ده هيبقى للاستقبال. احنا شلنا الفراخ منه وهنشيل الارنبه نطلعها فوق بس بعد ما نجهز لها مكان. والحمام ده برضه هنجهز مكانه وهننقله من المكان المنور بتاعنا ده الاولاني. ودي كميه الفرمه اللي احنا جهزناها من مزارع الدود وهنطلع نحطها للزرع فوق. وده سر ان المزروعات بتاعتنا كبيره وبتنتج كتير. الناس اللي بتشتكي من ان الحمام في الصيف انتاجه بيبقى ضعيف، عاوز اقول لكم التغذيه المتكامله دواء الفلاجيل ليه مفعول قوي جدا في الحفاظ على الزغاليل الصغيره. انا دايما باستمرار بحط لهم الفلاجيل. التغذيه الممتازه، الرعايه الجيده جدا، بتدي انتاج عالي. النهارده نقول بسم الله ما شاء الله الاول وربك سبحانه وتعالى هو الحافظ. تعالوا اوريكم انتاج الحمام. ومع عبد الرحمن كان بتقول لي عايزين ننقل العشوش بسرعه. طبعا نقل العشوش بيؤدي الى ان الحمام يهجر البيض وهيهجر الايه؟ الزغاليل. فوالله احنا عندنا مشكله لان وريني كده كميه زغاليل. بسم الله ما شاء الله. كميه الزغاليل بسم الله ما شاء الله. ده زغلول لوحده مش عارف تقريبا كانت بيضه واحده. الارنبه الوحيده اللي فاضله هنا بقى. وهنا برضه اهو انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله جوز. ام عبد الرحمن بتشرب الارنبه هناك اهي. وادي جوز. ودول اللي كان واحد فيهم واقع في الارض. وانا كده هضطر انزل عشان خاطر اجيب لكم الفجاه الثانيه. هي الغلطه الكبيره ان احنا خلينا العشوش فوق. لا ما احنا مش هنغلطوها هناك. مش هنغلطوا بقى الغلطه دي الجامده دي في البيوت الثانيه. مش هنغلطوها هناك بس لازم ندهنوا لهم الحيطه الاول عشان يبقى المنظر التصوير جميل. هندهن الحيطه ونظبطها. هنا بسم الله ما شاء الله في جوز كمان اهمت. وجوز زغاليل بقى بصراحه جوز زغاليل روعه. بأمانة دول كده روعة روعة في الجمال. وريني دماغك زي ما انت شايفين دول أولاد رامي ريكس. هنقول رامي. ألواناتهم جميلة جدا. وده ابن الزغلول اللاحم الفرنسي مع نتاية البلدية. عاوز أقول لكم تهجين اللاحم الفرنسي بالحمام البلدي بيدينا زغاليل بسم الله ما شاء الله حجمها قوي جدا وضخم. وهي دي الزغاليل اللي انا برشحها باذن الله ان انا انقلها للبيوت الجديده. يعني انا عاوز احافظ على كل الزغاليل المنتجه من اللاحم الفرنسي مع الحمام البلدي او الحمام الزاجل. وهي دي الزغاليل انا هرشحها باذن الله اربيها في المكان الجديد. وهنا عندنا جوز الاسترالي الذكر الاسترالي مع نتاية البلدية. طبعا بسم الله ما شاء الله انتاجه روعه وبيلحم. وادي البيض بتاعه. وادي العش بتاعهم بسم الله ما شاء الله. عش الدور الفوقاني يبيض فيه ويطلع زغاليل، ينزل تحت يبيض تحت ويطلع زغاليل في نفس العش. كذلك عندي برضو الذكر الاسود مع النتايه البلديه.
برضو بيلحق. ساعات يبيض فوق هنا، وادي زغليله اللي هي كانت صغيره. بسم الله ما شاء الله عليه زغليل، بسم الله ما شاء الله على الزغليل. عايز بس ايه ده، خلاص هيطير يعني. كل جوز تقول لي كل جوز احلى من الثاني. احنا يعني عندنا عشان الهجين فبيطلع الوان جميل. ده البني ده يشبه الاسترالي اكتر، زي ما شايفين منقار قصير، امهم وابوهم بيضربوني، عايزين يضربوني. ده منقار قصير وده منقار طويل، وده منقار طويل شبه البلدي، فهي الام بلديه والاب استرالي. استنينا على الباقي. لا ريكس انت مخلص اخلاص يعني، حارس امين صراحه، حارس امين وحيوان مخلص فوق الخيال يعني. الكلب البلدي ده بصراحه اثبت لو حنين. الغريبه بقى ان القط البلدي كمان اكتشفت انه حنين، وده اول مره اكتشفه. يعني بيعامل مشمش على انه ابنه وبيرضعه يا عيني. منظر يصعب على الكافر والله. خش يا محمد، ده مش فاكيت الفاكيت البيضة؟ اه. قاعدين حلوين اهم، ده هما بيصوصوا بس كده. طب ماشي. احنا طبعا خلصنا الفراخ البيضة كلها، ما فاضلش غير الساسو، وهنسيبها لحد ما تسمع. وهنا الكتاكيت البيضة، ما عادوش كتاكيت يعني، بسم الله ما شاء الله. بقوا مكلبزين هما كمان، اللهم صل على النبي. ودي الكتاكيت اللي طالعه من تحت الروميه، وفي روميه صغيره، روميتين هناك هما في انتظار بقيه البيض ان شاء الله. دلوقتي بقى هنروح للرومي والمكان بقى اللي هيبقى للحمام، بس بعد دهاناته وتظبيطاته والمحاره دي هتقع. ده زي ما قلت لكم، ده كان مطبخ قديم هنا في الشقه اللي تحت. هنظبط كل ده ونجهز المكان وندهن الحيطان ونعلق الحاجات بتاعت العشوش بتاعت الحمام ونربي الحمام في الحته دي. وطبعا في هنا شباك فوق الباب عشان يطير منه الحمام براحته. وده المكان اللي احنا مربيين في الرومي. طبعا المكان ده هيتغير هو كمان، وهننظف المكان وندهن كل الحيطان دي. المشكله بقى في الرومي، يعني هنودي الرومي فين؟ مش عارف. لا هي دي المشكله عندنا، المعضله. الرومي ده لازم يتوفر له مكان ممتاز. ان القطيع بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه، حاجه تفرح والله. ان شاء الله نفكر له في مكان يكون كويس ويكون واسع يكفيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ننهي بقى الفيديو. وطبعا ان قبل ما انهي الفيديو هنطلع سوا، وبعد كده نشوف هنخزن الفلفل ازاي. وننزل الفلفل. انت نسيت تخزين الفلفل. يلا بينا. لكن هم كانوا عايزين تخزين الفلفل ضروري. انا هطلع اخزن الفلفل معاك، وبعد كده هننزل نشوف الرومي. اول خطوه، اول خطوه لازم اغسله كويس طبعا، لان ده محطوط على السطح وفي تراب بتاع الشارع بيجي عليه برضو بيطير عليه. لازم اغسله كويس خالص واصفيه، وبعد كده ببدا اخزنه. دي كمية الفلفل طبعا اللي احنا جمعناها المرة اللي فاتت، والمرة دي مرة واحدة عشان انا يعني حبيت افرمها مرة واحدة، لان العملية بتاخد وقت بالنسبة لي. استخدم المفرمة العادية بقى. ما المفرمة العادية خالص، ممكن نستخدم الكبة. انا استخدم المفرمة العادية بتاعتي. حبيبي حبيبي حبيبي، صعبان عليا عشان ضعيف كلبان. احنا اشترينا له بزازة بس مش راضي يرضع منها، مش راضي يرضع منها، برضعه بالعافية. هتبدأي بقى تفرمين. افرم كل الكمية اللي عندي. شوف بسبس بيعمل ايه، تعال اتفرج. اكيد بيلعب بيتفرج، شكل مش طبيعي. بيقول ايه ده، اتفرج على الفيديو. ايه ده يا بسبس، غلبان وضعيف حبيبي، ضعيف قوي. ده انا بموت فيه. بتحبيه عشان ضعيف، عشان صعبان عليك. صعبان عليا ده، انا والله ساعات بعيط عليه لما بيقعد يرضع من سمسم. وسمسم كمان اللي بيصعب عليا اكتر ان سمسم سايبه ومتبنيه، ولو شافه بيعيط او بينونه وبيطير عليه يشوفه هو بيعيط ليه. لا ما تلحس، ده لا يكون فيه شطه ولا حاجه، مش مش بيلحس ولا حاجه، ده نضيف. طبعا عبد الرحمن انت هتفرمه كل الكميه. كل الكميه بقى هفرمها، وبعد كده هقول لكم الكمية اللي اتفرمت اللي طلعت عندنا النهارده قد ايه، وهعمل فيها ايه.
كده خلصت الكمية كلها؟ خلصت الكمية كلها فرقها. يعني بستغرب انا، كان الـ كان الـ الـ الاناء ده مليان على اخره. شوفوا صفوا على ايه؟ شوفوا قد ايه؟ لما ده ميزة الفرن بقى ان احنا، لا بس هقول لك على حاجة، انا هسألك سؤال. مساحة كمان في الفريزر. انت لما بتطبخي بيه بتاخدي منه كمية قد ايه؟ لا انا باخد فتفوطة، ده حراق جامد. ثواني عشان اجيب بس معلقة. روح هات المعلقة وتعالى. انت ضفت الملح؟ انا ضفت الملح، واراعي ان انا ما احطش كميه ملح كبيره، لان ده هيتحط على الاكل بعد كده، ممكن اسهى وانسى احط ملح على الاكله، وده يزود الملح بتاعها، يبقى الاكل مالح. بس الكميه بسم الله ما شاء الله، بس للحفاظ عليها من الايه، من العفن بس مش اكتر. طبعا احنا لو شلناه في برطمانات بنعبي البرطمان للاخر ونحط على وش البرطمان شويه زيت، لكن انا هعبي دلوقتي في اكياس، ما عنديش برطمانات هعبي في اكياس، فانا هعبيه كده بدون زيت. اظن ده يختلف عن هرس الفلفل. دي طريقه من طريقه التخزين. طريقه تانية بنحط عليه ملح وثوم، يعني بنفرم معاه ثوم كميه كبيره من الثوم وملح، وبرده بنحط على وش على الوش من فوق كده شويه زيت للحفاظ عليه. بس انه افضل كده ولا بالثوم؟ والاثنين حلوين، بس انا عشان ما عنديش كميه ثوم كبيره مخزناها السنه دي، فانا هخزنه بالملح بس. على فكره ام محمود بتحب الاكل بالشطه زي الهنود بالظبط. بتحب اكل الهنود زي الاكل الهندي بالظبط. بتحب الهب، بتحب الاكل الهندي كله بالشطه، وبتحط كميات شطه كبيره جدا لدرجه ان الاولاد ساعات بيعترضوا. انا بحب الشطه. عبد الرحمن بالذات يقول لها حرام عليك هتموتينا من الشطه بتاعتك دي. بس برغم ان الشطه مفيده جدا، ماما لها فوائد، هي بتقتل الفيضيات اللي في الامعاء، ولازم كمان نعرف ان هي مش بتقوي عضله القلب، عشان كده تلاحظ ان الهنود بسم الله ما شاء الله صحتهم حلوه. لا ده هم قلبهم جامد بالذات في الافلام، قلبهم جامد وتلاقيه بيتنطط ياما، ممكن ينضرب بحربه في قلبه ويبقى قلبه سليم بسبب اكل الشطه، وينضرب 20 رصاصه ويطلع منها عادي مفيش مشاكل بسبب الشطه. يبقى هو ده السر بقى. ام محمود النهارده بقى ونروح الحرب براحتنا. ام محمود كشفت لنا سر النهارده الافلام الهندي اكل الشطه. ومع عند روم بتاعنا هننهي الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش برضو قناتنا الثانيه الخاصه بخلف الكواليس والفيديوهات القصيره، وفر في بيتك من نوعات 3. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.